من رئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية بتطوان ورئيس جماعة المضيق إلى السيد مستشار صاحب الجلالة بالقصر الملكي العامر بالرباط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو رفع البرقية التالية إلى حضرة المقام العالي بالله مولانا أمير المؤمنين أدام الله عزه ونصره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين وسلطة الرسول الأمين، بمناسبة اختتام أشغال اليوم الدراسي المنعقد يوم الجمعة فاتح مارس 2024 بمدينة المضيق تحت شعار دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق والتراث البحري المحلي، والمنظم من طرف المرصد الجهوي للحكامة الترابية بتعاون وشراكة مع جماعة المضيق ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين المحليين والجهويين، يتشرف خادما الأعتاب الشريفة رئيس جماعة المضيق السيد عبد الواحد الشاعر ورئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية السيد عبد السلام الدامون أصالة عن نفسهما ونيابة عن كل الحاضرين في هذا اللقاء وساكنة مدينة المضيق أن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص وأسمى مشاعر التعلق بآداب العرش العلوي المجيد. مولانا صاحب الجلالة، يطيب لنا اليوم أن نغتنم هذه الفرصة لنجدد لكم فخرنا واعتزازنا بكل المبادرات المولوية الحكيمة والهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للمملكة من أجل تحقيق الرفاه والازدهار لرعاياكم الأوفياء والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ المكان المتميز لبلاد المغرب داخل النسق الدولي. لقد شكلت مبادرتكم السامية الرمية إلى تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب للرفع من جاذبيته وما تضمنه المخطط الأزرق من توجه نحو إعادة توازن للسياحة الشاطئية في أفق إنشاء عرض شاطئي مغربي تنافسي على الصعيد الدولي، إحدى دعائم سياساتكم الرشيدة التي أثمرت مبادرات وإبداعات فريدة بوأت المغرب رتبا متقدمة في مسلسل التنمية. ونخص بالذكر يا مولاي مشروعي بناء أو ميناء الناظور وميناء الدخلة كرديفين لميناء طنجة المتوسط الذي أصبح مفخرا للمغرب ودليلا على رؤيتكم الاستراتيجية التنموية البعيدة المدى وتعاملكم الحكيم مع مقومات الواجهتين البحريتين المغرب الأطلسية والمتوسطية، والتي توجت بإطلاق مبادرتكم الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي لتسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة. ونحن يا مولاي نؤكد تجندنا الدائم خلف قيادتكم الرشيدة لتنزيل كل المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز العرض السياحي والاقتصادي بمختلف المحطات الساحلية في تشارك وانسجام تامين مع الجوانب الطبيعية والبيئية للمنطقتين الأطلسية والمتوسطية، وذلك تحقيقا لرؤيتكم السديدة وإدماجا لمختلف المقاربات المستدامة والقادرة على النهوض بالواجهتين البحريتين وحماية تراثهما البحري المحلي كما رسمتها خططكم الحكيمة. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين ولشعبكم الملتف حولكم والمتعلق بآداب عرشكم المجيد، ومتعكم برداء الصحة والعافية، وحقق على يديكم ما يصبو إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدد، وأقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله ورعاه، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة، وشد عضدكم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء ومحقق الرجاء خادمي الأعتاب الشريفة رئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية عبد السلام الدامون.